بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. يعني بعض أهلنا المزارعين اللي هم بيشتكوا أن مفيش إرشاد زراعي ومفيش مرشد زراعي، أعتقد حلقتنا كلها عبارة عن إرشاد زراعي، بالإضافة إلى حل مشاكل أهلنا المزارعين من خلال المداخلات والاستفسارات اللي بتجيلنا على الهواء. يمكن احنا بالامس تحدثنا بالتفصيل عن محصول القطن المصري واهم المعاملات التي يجب اتباعها بالنسبة لهذا المحصول في هذا التوقيت وكيفية التغلب على ارتفاع درجات الحرارة. النهاردة كمان بنتكلم على محصول استراتيجي مهم وهو محصول الذرة الشامية. هنتعرف ايضا على اهم المعاملات الزراعية التي تتم مع المحصول في هذا التوقيت، وطبعا الأخطاء الشائعة التي يمكن أن يقع فيها المزارع، ونتكلم على الحملة القومية للذرة، والحقيقة موضوعات كثيرة هنتكلم فيها مع ضيفي اللي بيشرف لي واسمحوا لي يعني أرحب به في هذه الحلقة، الزميل العزيز الدكتور محمود شوقي، أستاذ مساعد الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز بحوث زراعي. برحب بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، وتشرفنا بحضرتك وسعداء بهذا البرنامج اللي هو فعلا صوت الفلاح وفعلا بيوصل للمسؤولين، والمعلومة الصحيحة بتوصل للمزارع في مكانه. ربنا يعزك، وانا سعيد ان حضرتك بتشرفني لأول مرة في البرنامج. ربنا يحفظك. ما فيش شك حضرتك تتفق معايا ان محصول الذرة الشامية من اهم المحاصيل الاستراتيجية، وطبعا بيتم زراعة أو مساحات كبيرة. يمكن زي ما حضرتك قلت لي قبل الهوى، وصلت المساحة لحوالي 2.8 مليون فدان مزروعين من هذا المحصول، مظبوط؟ هي الإحصائية دي بتاعت سنة 2021 السنة اللي فاتت، وإن شاء الله السنة دي أكيد في زيادة أكيد إن شاء الله بإذن الله. برضو ده مؤشر كويس، يعني مساحات، بالإضافة أنه محصول مهم تمام كعلف بالفعل، وكمحصول برضو يعتبر من المحاصيل الزيتية، مظبوط؟ يعني مش زيتية بالشكل الأساسي، هو الأساسي هو محصول حبوب، والزيتية دي بتيجي جزء فرعي منها. طيب تمام، خلينا نتكلم بقى، نبدأ كده أهم الأصناف المنزرعة في هذا الموسم والمعاملات الزراعية التي يجب على المزارع اتباعها في هذا التوقيت بالذات. عدد الأصناف كتير وفي أصناف متميزة جدا، وزارة الزراعة بتنتج هذه الأصناف، وفي بعض الشركات الوطنية التي تنتج أصناف خاصة بها. هذه الأصناف بتكون عالية الإنتاجية، مقاومة للأمراض، وبتكون كل صنف بيتميز بميزات خاصة بتميزه عن الأصناف الأخرى. يعني أنا قبل ما الفلاح بيجي يشتري أو المزارع بيجي يشتري، أنا بنوجهه نعرف مكان اللي هو يزرع فيه، الوقت اللي يزرع فيه، الغرض من الزراعة. لأن دلوقتي في ناس بتزرع الذرة عشان ياخد محصول الحبوب بتاعه، في ناس بتزرع الذرة عشان يعملوا محصول سلاج، ودي صناعة يعني موجودة عندنا بالفعل، وبقى في مساحة في مصر تعتمد أو أماكن تعتمد على إنتاج السلاج، ودي سد فجوة كبيرة في محاصيل العلف. طبعا طبعا. هذه المساحة يعني تقارب 600 ألف فدان. يعني إحنا عندنا السنة اللي فاتت كان في 2,800,000 فدان مزروعين بالذرة الشامية. منهم 600,000 فدان سلاج. هذه الكمية اللي هي بتنتج حوالي 9.25 مليون طن حبوب. منها جزء بتاع السلاج اللي بتحسب في الحبوب. حوالي الانتاج بتاعنا قلنا 9 يعني حوالي 50%، وبنستورد 50%. لسه في فجوة بين الاستهلاك بتاعنا والاستيراد. أكيد. واحنا ان شاء الله يعني بنحاول يعني نحل هذه الفجوه او نضيق هذه الفجوه. ليه؟ لان عندنا الفدان بينتج حوالي 23 اردب حبوب. اللي عندنا في حاجه اسمها الحبوب متوسط عام الجمهوريه 2021، لكن المفروض حد الاقصى يعني المفروض انا عندي الحقول الارشاديه الحقول الارشاديه بتجيب من 29 ل 30 اردب للفدان. فاحنا لو الفلاح التزم بهذه المعاملات والاصناف الجيده، لو التزم بالتوصيات الفنيه اللي بيتم اتباعها في الحقل الارشادي، مظبوط يا فندم، يصل ل 29 و30 29 و30 وعلى فكره وفي كفاءه انتاجيه. دكتور محمود مش في الذره فقط، ده في جميع المحاصيل حقيقة. وتخيلوا الفرق، يعني لما حضرتك بتتكلم على متوسط 23 اردب
لكن الحقل الارشادي بيديني 29 و30 اردب، فرق كبير جدا مع الالتزام بالتوصيات المناسبه والاصناف المعتمده اللي هي موثوقه. لان في بعض الاخطاء الشائعه اللي هنتكلم فيها بعد كده، منها اللي هو انا اشتري اي صنف ذره من اي مكان. طبعا الكلام ده مش مظبوط. طبعا طبعا. هل في خريطه صنفيه بالنسبه للذره الشاميه؟ يعني اقول الصنف الفلاني يتزرع في محافظه كذا. هي بالممارسه وبالخبره، يعني الحمله القوميه لنضوج محصول الذره الشاميه دي بتتم بالتنسيق مع الارشاد الزراعي بوزاره الزراعه والاكاديميه البحث العلمي. هذه الجهود بتتضافر مع بعضها وبنعمل حقول ارشاديه. هذه الحقول الارشاديه يعني السنه دي ان شاء الله باذن الله تم عمل 835 حقل. 835 حقل في 157 مركز على مستوى 22 محافظه بالاضافه الى منطقه النبريه. يعني ال 835 حقل دول مغطين المساحه كلها؟ مغطيين. هل كافيين؟ هل كافيين يا دكتور؟ والله احنا كل سنه يعني انا كل ما ازود الحقول الارشاديه على فكره ده كويس، لان انا بعمل توعيه للفلاح، وكل ما كان الحقل الارشادي قريب من الفلاح هيشجع، يعني هشجعه انه يروح يزور الحقل. حقيقة. وما يشوف يعني غير ما يسمع المشاهده. بالظبط. تمام. المشاهده دي حاجه مهمه قوي يعني. فعندنا الحقول الارشاديه دي نوعين، حقول تعليميه وحقول مشاهدات. بمعنى ايه حقول تعليميه؟ ان انا بنزل فيها الاصناف اللي تم تسجيلها جديد وبعلم المزارع الممارسات من بدايه الزراعه لحد الحصاد، وبعمل له يوم حقل بيشوف هذه الممارسات او العمليات الزراعيه الصحيحه والمناسبه في توقيتاتها المناسبه وعشان يوصل لاعلى انتاجيه. يعني الفلاحين يكونوا موجودين اثناء التنفيذ. اثناء وبنعمل ايام حقل، في حاجه اسمها ايام حقل بيبقى موجود اللي هو المشرف العلمي كل محافظه والفريق البحثي المصاحب ليه في جميع التخصصات من امراض وحشرات. بيبقوا موجودين وما بيتابعوش هذه الحقول فقط، ده بيتابعوا كل المركز اللي هو فيه او المحافظه اللي هو موجود طبعًا فيها بيغطيها. طبعا. وبيروحوا مجانا. ويبتدي يوجه النصائح، شاف ممارسات خاطئه بيوجه وهكذا. يعني بدايه من الزراعه وحتى الحصاد. وده على زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر. يعني انت شايف على الطبيعه. على الطبيعه انت يعني بتشوف مش مجرد ان انا بديك محاضره والاصناف اللي حواليك او ندوه اهو. وعلى فكره الفرق بيبقى واضح قوي يعني في الحقل الارشادي والحقول اللي حواليه، وبتسمع بقى يعني بالزبط. في المنطقه بالزبط. عشان كده بقول لحضرتك كل ما زادت الحقول الارشاديه يبقى ده شيء كويس. تمام. وجميع التخصصات في جميع في جميع المحاصيل فتره الصيف من بدايه الزراعه لحد الحصاد. بالزبط. الباحثين والمرشدين الارشاد الزراعي متواجدين بالصفه يعني شبه يوميه. هل الحمله القوميه بيكون فيها كل التخصصات؟ فيها جميع التخصصات. يعني مثلا في مثلا زميل من معهد الامراض، زميل معهد الامراض بعد الوقايه. معهد الوقايه وزميل الحشايش. يعني الحشايش احنا بنشيلها شويه. بالاضافه لوجودكم. واي مشكله بتواجه المزارعين او الموجودين في المنطقه بيبتدي المشرف العلمي يحاول يحلها، ما عرفش بيرفعها الاعلى منه لحد ما توصل للمسؤول. طبعا احنا هنفتح التليفونات برضو، اي مشكله مع اي مزارع من مزارعي الذره يعني الدكتور محمود يرد على الاستفسار مباشره ونحاول نحل هذه المشاكل. اهو يعني حلقه ارشاديه بالدرجه الاولى لجميع مزارعي الذره، مش في محافظه، في جميع المحافظات. ده اللي احنا بنعمله. طيب اهم الاصناف يا دكتور محمود اللي تم زراعتها او الاصناف الجديده. واحنا بالفعل الحمد لله السنه دي سجلنا 8 هون. ودي يعني حاجه عظيمه. احنا سجلنا هجين ثلاثي 377، والهجين ده نازل في الحقول مشاهدات السنه دي. المزارع هيشوف هجين متميز. ده اول سنه. اول سنه ينزل ثنائي الغرض. يعني ممكن تزرعه سلاج وممكن تزرعه حبوب. يعني تمام. يمشي الاثنين مع بعض. تمام. هجين متميز جدا. هو نزل للمزارع ولا مازال في الحقول الارشاديه؟ لا لسه مازال في الحقول الارشاديه. انا عندي الهجين ما بسجله، بياخد فتره لحد ما الفلاح يعرفه او المزارع يعرفه. يعرف مميزات الصنف ويعرف الممارسات الملائمه ليه. انا بنزله في الحقول الحقول الارشاديه. تمام. الحقول المشاهدات. عدى حقول المشاهدات السنه اللي بعدها بيدخل حقول تعليميه. يبقى انا شفت وقارنته بالاصناف القديمه اللي موجوده
اللي نازلة معاه في نفس الحقل المشاهدات، يعني أنا حقل المشاهدات بزرع فيه أربع هجن. الأربع هجن بيبقى فيه منها القديم وفي منها الجديد حديث التسجيل. حديث التسجيل ببتدي أقارن بقى، هو يشوف البياني الأربع أصناف مزروعين على بعض بالتعامد على الطريق. يعني اللي شايف الهجين شايف إن في فرق بين إيه الأربع هجن. الهجين ده إيه اللي بيميزه؟ محصوله إيه؟ وبديجي بنحسب في آخر الموسم، بنحسب المحصول بالزبط الإنتاجية بالزبط. وبيبقى في مولود ناس مسؤولة اللي هم الإحصاء الزراعي، بياخدوا هذه العينات وبيقيمها وبيرفعها للمسؤولين. طيب خلينا يا دكتور محمود يعني أسأل حضرتك أهم الصفات أو المميزات اللي أنتوا بتكونوا حريصين إن هي تكون موجودة في صنف جديد أو في هجين جديد، هي عبارة عن إيه؟ بس خليني أخد أولاً أولى المداخلات. محمود من الإسماعيلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ أهلاً بيك، أهلاً بيك. أنا بحييك على المجهود اللي بتبذله مع الفلاح والله. ربنا يحفظك. لا ده دورنا، ده دورنا وواجبنا، وإحنا تحت أمرك وتحت أمر جميع الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية. والله يا دكتور انا فلاح بقالي 50 سنه بس كل حركه بتعمل شيء جديد. ربنا يحفظك، ده شيء يسعدنا ويشرفنا يعني. والله كل حركه الواحد بيستفاد شيء جديد. الحمد لله. الزراعه دلوقتي اختلفت عن زمان يا دكتور، زمان كنا بنحط البذره في الارض ونسيبها. ليه؟ الزراعه اختلفت عن زمان. اه طبعا طبعا اختلفت خالص. زمان كنا بنحط البذره في الارض وخلاص. لكن دلوقتي عايزين من اول، عايزين من اول ما نحط البذره عايزين توجيهات لاخر الحصاد. تحت امرك، ايه المطلوب؟ انا بحييك بس. ربنا يخليك، ربنا يخليك اخ محمود، ربنا يخليك. بشكرك جدا، بشكرك جدا. يعني الاخ محمود بيتصل عشان يشكرنا، ولا شكر على واجب، ده دورنا وواجبنا كباحثين احنا معاكم، وده دورنا كلنا، كلنا هدفنا النهوض بالزراعه المصريه، سواء كان باحث، سواء كان حتى معالي الوزير، كل العاملين في وزاره الزراعه، الباحثين، مركز بحوث زراعيه، مركز بحوث صحراء، احنا كلنا هدفنا نساعد اهالينا الفلاحين لان هم العنصر المهم ورقم واحد في النهوض بالزراعه المصريه. معانا سيد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام حاج سيد. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. انت على دماغك مش يا دكتور؟ نعم. بقول انت ناس محترمين وعلى دماغنا بالزراعه. الصوت مش واضح يا حاج سيد على فكره. يا ريت الزملاء في الكنترول وطوا الصوت شويه، انا مش عارف الصوت وصلني في الاستوديو مش واضح. سامعني يا دكتور؟ نعم. سامعني؟ ايوه سامعك بس وطوا الصوت شويه، اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور. اتفضل. يعني هو ما كنت عايز اكلم حضرتك امبارح عشان موضوع الوط بس ما تحليش الفرصه بقى. اه. عاوزين نزرع وط وعاوزين نزرع دونا ونغير بعد ما حضرنا الله احنا طمعنا يا دكتور بسبب الصرف ده وسبب المشكله دي. يعني الاخضر ما ينفعش فيها زي حضرتك عارف تمسك بمحصول واحد اللي هو الرز او الكلام ده بتتعب الارض طبعا والمحصول اللي بعد ما بيجيبش انتاج. دور الزراعه. عاوزين نغير قطن ونغير كده حضرتك بقى كنت بتتكلم على القطن والقطن ده يا دكتور يعني انت عارف انه كان بالنسبه للفلاح حاجه كبيره. وكان ايام زراعته كان الفلاح يعني كمان كان بالنسبه للثروه الحيوانيه كان بيوفر علف جامد اللي احنا بنشتكي منه كلنا النهارده ده. كمان الذره دي يعني محصول حلو برضه مثل السلاج اللي الدكتور بيتكلم عنه والحاجات دي فعاوزين يا دكتور موضوع الصرف يخلص مشكله الصرف انت وحاجتي دي يا حاج سيد، يا حاج سيد انت فاتح التلفزيون جنبي منك؟ لا مقبول والله اصل الصوت ما اعرفش فيه صدى انا مش واصلني كويس يعني هل في سؤال بالنسبه لمحصول الذره؟ إيه عاوزين نزرع المحاصيل دي عندنا يا دكتور المحاصيل اللي هي الصيفيه اللي زي الذره والقمح تمام يا ريت نشوف المشكله اللي عرضت على حضرتك وصلنا فيها الحل ولا ايه ولا والله انا يعني انا المشكله دي انا مش عارف والله العظيم لو مشكله الشرق الاوسط كانت اتحلت بصراحه يا حاج سيد يعني انا مش عارف اقول لك ايه بس ادينا بنحاول ونحاول مره تانية لو حضرتك عاوز تشرفني تعالى ونروح الهيئه ونحاول نشوف القصه دي تتحل ازاي يعني لان ما ينفعش بين وزاره الموارد المائيه والري والهيئه والدنيا يعني وطبعا حضرتك بتقول لي مساحات كبيره جدا متضرره من هذا الموضوع نحاول والله يا حاج سيد حاضر بشكرك معانا محمد من البحيره الو ايوه الو ايه يا حاج محمد اتفضل السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك انا عندي فدان دور حضرتك ثلاث ارباعات
فدان زورة ماله؟ ثلاث أربعات، يعني النقطة ده وثلاث أربعات. ده صنف ثلاث أربعات؟ صنف شركة. ماله بقى؟ حضرتك مجشش كده من تحت، مجشش من تحت كده، الثلاث ورقات تحتين من تحت. مش كاية. تغريق. طالب استنبالة والشراب كده. حصل إيه؟ حضرتك هو يعني طالب استنبالة مع الشراب، يعني هو شرف حاليا دلوقتي وفي تكسيك من تحت كده، حضرتك عايز يعني مثلا يكون ليه دواء او اي حاجه يعني. طيب حاضر، هشوف راي الدكتور محمود في المشكله دي. حاضر، بشكرك، بشكرك يا اخي محمد. طيب يعني قبل ما نتكلم على صفات او سمات اللي انتم بتختاروها في اي صنف جديد، يعني لو ممكن نرد على محمد. نرد على الاستاذ محمد. الاستاذ محمد هو تقريبا بيغرى الارض او بيروي بدون احكام. عملية تغرير الأرض زي كنا المفروض نسأله. هو بيغرر. فالمفروض أنا قراية الزراعة أنا بروي على البارد. بعد الموسم بقى يعني طول الموسم بروي على الحامي. يعني يا دوب الماء تنزل يعني ما غرقش، خليش الماء تطلع فوق دار الخط. تمام. يعني الماء بتطلع فوق دار الخط، أنا بعمل تغرير للنبات، النبات بيبقى مخنوق مش قادر يتنفس. النبات بيقعد يومين ثلاثة. هو معظم المزارعين أو بعض المزارعين دكتور محمود مش فاهمين المجموع الجذري للنبات ده بيتنفس. حقيقة. ده خلايا حية يعني بتتنفس. أنا لما أغرق أنا بخنقه. أنا بشبهها بالواحد مننا ما بيصوم. بيجي أول ما المغرب جدا يشرب مية كتير. ملى بطنه مش هيعرف ياكل. بالظبط. مش هيعرف ياكل إلا لما يبتدي يعني بطنه تفضى. بالظبط. في في عمليه حلوه في احكام الري. اول حاجه المفروض انا بقسم الارض بتاعتي الفرد والبتون، وبعمل بربط بحواويل كل 10 خطوط بربطهم بحوال، بروي باحكام طول الموسم. ما غرقش. يعني انا قلت لحضرتك الميه الزياده النبات ما بيستفيدش بيها، بالعكس ده بيصفر وبيحصل له بقى الايه الاشقشه اللي هو قال محمد عليها دي. تمام تمام. في يعني ننصحه ان هو ما يغرقش. ما يغرقش. بالظبط بالظبط. طيب معانا محمد من سوهاج. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الحال يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل. حضرتك المشكله اللي احنا بنعاني منها في الصعيد او بالخصوص في مركز بني دبه الحاج. دبه الحاج. قول لي فين، قول لي فين في سوهاج يا حاج محمد؟ في مركز بني. مركز الأغامي. مركز طيمه. قريه الاغاثمه. لا مركز طيمه. حاضر، سيب بياناتك في الكنترول ان شاء الله. اذا ما كانش بكره في اول الاسبوع القادم هتكون عندك لجنه وهيتواصلوا معاك. حاضر. في لجنه في حضرتك في لجنه من الوزاره. ما انا عارف، ما انا عشان كده قلت له سيب بياناته وحاجه تاخد رقمه. الحمله القوميه للدور الشبيه بتتواصل وفي المبيدات. حضرتك تاخد رقمه وتبلغ الحمله القوميه في سوهاج بحيث يتواصلوا معاه. معانا يسري من الشرقيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك. حضرتك دلوقتي انا ما سامع التلفزيون بتتكلم على الذره ومش محصول الذره. الذره دي محصول استراتيجي زي ما انت عارف. لما واحنا نجيب تجاوي في بدايه السنه من الاداره الزراعيه بتاعت الحسنيه ما لقيناش. اضطرينا نشتري تجاوي ذره من السوق السوداء، هي نفس الذره. ما هي دي المشكله اللي قالها الدكتور محمود في البدايه. معربه يا سعاده الباشا. لا يعني حضرتك بتقول ان التقاوي المعروضه غير كافيه؟ ما فيش تجاوي في الاداره الزراعيه، وانا كنت في الاداره يوم 15 4 بالظبط. والمسؤول عن الارشاد قال لي مش في تجاوي عدد هتنزل. قال لك ايه؟ واحنا بنحب نزرع اصناف من هي الجديده. اللي هي الهاي تك، البايونير. تمام. يعني انواع مسميات ذره. وحضرتك لما جبنا الذره وقرانا الذره طلعت الدوده الحاج دي بدات اشتغلت معانا في الذره، وانتوا حضراتكم قلتوا هننزل برنامج مكافحه في 15/7. حضرتك في 15/7 تكون الذره بتاعتي خلصت اصفر. طيب بص بص يا اخي يسري، بص يا اخي يسري، انا عموما سيب بياناتك برضو في الكنترول، هتنزل لك لجنه عشان دوده الحاج. انا دلوقتي انا كفحت الدوده. ربنا كرمني وعديت من الايه. طب تمام الحمد لله. تمام. ما احنا حضرتك دلوقتي عايزين يبقى فيه توعيه بالنسبه للدوده من قبل. حاضر، الاسبوع القادم باذن الله هنتكلم عن دوده الحاج، وان كنا اتكلمنا عليها قبل كده لكن فعلا ده وقتها علشان الدره، لأن الذرة هي العائل الرئيسي لهذه الآفة.
ان شاء الله الاسبوع الجاي اجيب احد الزملاء من معهد الوقايه يتكلمنا بالتفصيل عن دوت الحج وازاي اسيطر عليه. بشكرك يا اخ يوسف. طبعا هو يسر بيشتكي بيقول لك انا ساعه لما باجي ازرع ما بلاقيش تقاوي في الاداره الزراعيه. وحضرتك احنا اتكلمنا على التقاوي المعتمده والموثوقه، يعني ما اجيبش اي تقاوي، يعني ما اروحش السوق واجيب تقاوي. انا كده بخسر، انا مش عارف، انا يعني بشتري حاجه من مجهوله المصدر. زرعتها افرض ما طلعتش، خسرت الزرعه بتاعتي كلها. او هبتدي اشتري تقاوي وازرع متاخر. نفس الوقت مصدر احنا وازرع متاخر والمحصول بتاعي يبقى متاخر. بالظبط. فاحنا عندنا في قسم حوص الذره الشاميه في 7 محطات على مستوى الجمهوريه موجود فيها التقاوي من اول من اخر شهر 3. من اخر شهر 3. انا عاوزها يا دكتور محمود موجوده طول الموسم حضرتك. ماشي، بس انا مش عاوزها في المحطه بس، انا عاوزها في الجمعيه وفي الاداره. لسه بقى عند الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي في جميع المحافظات بياخدوا كميه مناسبة أو ملائمة لل هو طبعا أنا بعتب على الأخ يسري إنه ساعة الزراعة لو كان في عجز في التقاوي كان المفروض يتصل بيه. حقيقة. بالظبط. طب معانا مصطفى من الشرقية. ألو. وعليكم ازيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. زي حضرتك، أنتوا منبرنا يا دكتور مصر الزراعية دي منبرنا، منبر الفلاح. طبعا يا فندم طبعا. اتفضل. لو سمعت يا دكتور أنا عايز أكلم حضرتك، أنا مقدم على خط الفيتيلو ده بقالي حوالي 8 شهور. وكل ما اروح البنك يقولوا لي لسه ده لسه ميجا ده لسه بقالك 8 شهور. بقالي 8 شهور. وعندك المكان وجاهز؟ عندي المكان وجاهز. ونزلت لجنه وعينت؟ لا نزلت لجنه وعينت المكان وقالت المكان مناسب. قالت المكان مناسب. وما خدتش القرض؟ لسه ما خدتوش يا دكتور. ايه السبب؟ قالوا لك ايه في البنك؟ قالوا لي لسه الصرف واقف وممكن احتمال يكون ما فيش في صرف فلوس يبقى فيه دهايم. قلت ماشي ناخد احنا ايه. انت القرض مقدم عليه منين؟ البنك الاهلي ولا من بنك الزراعي ولا من اي بنك؟ من بنك الزراعي. بنك الزراعي. طب سيب بياناتك في الكنترول. حاضر. فرع ايه؟ فرع ايه في الشرقيه؟ فرع كفر صقر. كفر صقر. حاضر سيب بياناتك. حاضر. معانا حسام من الشرقيه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسام الشواذي من محافظه الشرقيه تابع لمركز فاووس. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. انا حضرتك زارعين ذره شاميه في تابع المركز. انا ماسك رئيس جمعيه بتاعت البلد. جمعيه رئيس جمعيه. فطبعا كان عندنا ندوه من الاداره من المديريه امبارح، وطبعا عملنا ندوه على مستوى القرى اللي حوالينا. تمام. في نفس الجمعيه. تمام. فطبعا كان حاضر الدكتور من المديريه وشرح لنا بالنسبه لدوده اللي بتاعت السنه دي. تمام. دوده الحش دي. فطبعا احنا مش قادرين عليها خالص. فطبعا كتب لنا كم مبيد كده نجيبه. فحضرتك بس بنزل اسال على المبيدات دي، مش لاقي المبيدات دي، تلاقيها فين؟ فاحنا عاوزين ان يعني ادينا اسامي المبيدات قال لك ما ترشش الا بيها. طبعا انا نزلت اسال على المبيدات. انت سالت على المبيدات فين؟ سالت عليها فين؟ سالت عليها في المحلات بتاعت الادويه. وما مش موجوده؟ مش موجوده. طيب حاضر سيب بياناتك في الكنترول. حاضر بشكرك يا اخ حسام. بس انت عندك سؤال بالنسبه للذره ولا اللجنه اللي كانت عندكم امبارح خلاص قامت بالواجب؟ طيب خلاص حسام قفل. طب خلينا لان الاتصالات كتيره يا دكتور محمود نبدا نتكلم بقى معلش يعني صفات الصنف الجديد وسريعا، وبعدين نتكلم على اهم المعاملات الزراعيه المفروض تتم مع محصول الذره في. طيب انا بس الاستاذ حسام في النقطه الاخيره كان بيتكلم على المبيدات مش موجوده. لا المبيدات موجوده في الارشاد الزراعي. موجوده. موجوده بالفعل. طيب خلاص اي حد اشتكى ان في عنده اي يعني المبيدات موجوده في الارشاد موجودة الزراعي. يعني موجودة ومتوفرة في ضمن المحافظات. تمام تمام. نرجع بقى لأهم صفات الصنف الجديد. الصنف الجديد أنا اللي بيهمني في الصنف الجديد إن هو يكون يتميز بصفة عن الأصناف القديمة. يعني أنا بداية كنت في الفترة بتاعت الثمانينات، في بداية الثمانينات كنا بنزرع أصناف بلدية. كان محصولها لا يتعدى الخمس ست أرداب. يعني رقم قليل جدا. الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الجهود احنا وصلنا لمتوسط عام الجمهوريه ل 23. يعني بقى رقم واحد يكون عالي الانتاجيه. اول حاجه عالي الانتاجيه. رقم اثنين. رقم اثنين انا بشوف الغرض بتاعه ايه؟ هل محصول او سلاج؟ وفي اصناف بتجمع الصفتين. اللي بيهمنا في محصول الحبوب، محصول الحبوب بتاعه عالي، السلاج بيبقى محصوله عالي وبالاضافه الى
قوة نمو أو نمو خضري عالي. فأنا تاني حاجة بشوف الغرض إيه. تالت حاجة المقاومة للأمراض. يعني أنا عندي عشان أسجل صنف، عشان كده إحنا بنقول للفلاح أو المزارع اشتري صنف موثوق معتمد. معتمد يعني اتجرب أو مر طريق التسجيل بتاعته بتجارب في جميع أنواع الأراضي في مصر. طب هيعرف إزاي يا دكتور محمد؟ لا يعني حضرتك في بتبقى فيه على الشكارة في ملصق مطبوع بيبقى معتمد من الإدارة العامة لإنتاج التقاوي وفحص التقاوي، بيبقى معتمد وبيبقى مكتوب عليها اسم الصنف، الوزن، جميع المواصفات بتاع الصنف. داخل العبوة أو الشكارة بيبقى موجود نشرة، بيبقى بجميع المعاملات، وبيبقى فيه يعني لو مش موجود على الملصق اللي احنا قلنا عليه المعتمد ده موجود بره، بيبقى موجود جوه الشكارة. ليه كل شركة بتعمل كده؟ يعني كل شركة أو كل أو تقاول بحوث هل موجود مع الشكارة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول؟ موجود بالفعل، موجودة بالفعل. موجودة بس بتبقى مختصرة. كان اقتراح ده قلناه الحقيقة من في كم حضرتك سنة، إنه حتى في القمح والذرة والفول يعني مع الشكارة بتاع التقاوي أحط التوصيات الفنية. إحنا عندنا في المحطات فنية البحثية بنوزع النشرات، في النشرة حضرتك هي موجودة بداية من الزراعة وحتى الحصاد. وبلغه بسيطه مفهومه اي حد يقراها بسيطه. يعني يا ريت جميع المعاملات سلط عليها خدمه وزراعه الذره الشاميه في الاراضي القديمه والجديده. يعني يعني ده برضه عمل ارشاد من الدرجه الاولى. النشرات ديت موجوده فين؟ موجوده في الارشاد الزراعي، موجوده في الارشاد الزراعي، موجوده في بحوث المحاصيل الحقليه، قسم بحوث قسم بحوث الذره. مظبوط، يعني متاحة لأي حد، يعني حاجة سهلة جدا وبلغة بسيطة وفيها كل التوصيات الفنية اللي المفروض يتبعها المزارع من أجل الوصول لأعلى إنتاجية. طيب معنا رجب من المنوفية. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فندم ممكن أكلم الدكتور محمود؟ اتفضل الدكتور محمود معاك. تحت أمرك يا فندم. الله يكرمك. حضرتك احنا زرعنا جولد 21 دورة، جولد 21 زرعوا على مطاط 120 سم. مساحة الأرض كلها فدان ونص، زرعت منهم خمس قراريط والقاس وزرعت الذرة ده فيه. ممتاز 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 من تحت فوق 100 متر. تمام. نيجي بقى للذرة الثانية زرعته ب 25/5 زي الفل. أنا باكل 10 أيام ومنتظم في الري وحبي كاس وكل شيء الحمد لله تمام. بس عنده مشكلة بقى من تحت دلوقتي الذرة عمره 65 يوم. بصيت لقيت ثلاث ورقات الأولانيين من تحت عمالين انشفوا برغم إن مفيش مياه زيادة. وحالل الارض قبل ما ازرع يعني حالل الارض قبل ما ازرع وما عنديش مشكله خالص. وبصيت لقيت ثلاث ورقات في الجلد ده بينشف من تحت. الري اخباره ايه؟ الري كل 10 ايام بجرب الصنف غير الصنف اللي انت زرعته الاولاني. طب رد على الدكتور محمود. الصنف الاولاني اللي انت زرعته جولد 101 ده كويس وعدى جولد 21 حضرتك الاثنين زي بعض. الصنف الثاني اللي حضرتك زرعته صنف موثوق نفس النوع حضرتك جولد 21 هو نفس الشكاره. انا واخد منها جزء منها زرعت بست قريط لقدام والفدان ونص ده زرعته من نفس الشكاره. بنت عندك مشكله هو اختلاف في ميعاد الزراعه دلوقتي. نعم يا فندم. مش في اختلاف في ميعاد الزراعه؟ في اختلاف. دوكا كنت زارعه الارض فيها الجزء اللي انت زرعته الجديد فيه اي مشكله في الملوحه في الصرف في اي حاجه؟ الارض انا كنت عملها تحاليل حضرتك تحاليل فمطر ونزع عملت صرف جيد والارض كلها فيها صرف الحمد لله فبشغل ميه على طول. لكن ده ما كانش فيه صرف بس بيصرف ارضه لان حضرتك انا بروي بعد الري بتاعتين اثنين الارض بتنشف لان المجرى بتاع الخط انا بملى المجرى بس. تمام. كنت ماشي مع مهندس في اداره شبين الزراعيه قال لي املى الخط بس ان زادت الميه المصطبه هتتحب وان قلت الميه فالعود ولا يشربها بس. فمشيت على نفس التوصيات ولا بجرق ولا بعرق. طيب يا اخ رجب حلل للمشكله، سيب بياناتك والحمله القوميه للذره الشاميه هتتواصل معاك وتجي لك وتشوف المشكله على الطبيعه ماشي. لان احنا بص احنا بنشتغل بطريقه عمليه، سيب تليفونك في الكنترول وهيتصلوا بك الحمله القوميه وتنزل لجنه وتشوف الموضوع. بشكرك. معانا علاء من القليوبيه. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولضيف حضرتك الكريم يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك. الله يخليك. صدق. بالنسبه لحضرتك يعني انا عايز صنف للذره الشاميه يكون بيحب التكثيف، يعني يكون ايه يتزرع على مسافات ضيقه. ليه؟ لان النهارده
في اصناف بتحتاج تتزرع على مسافات واسعه ومسافات ضيقه، فانا بقى يعني كمن بزرع بالسطاره فبيبقى ايه اللي بتبقى تكثيف ليها بيبقى كويس جدا. الحاجه الثانيه لما بيجي الذره يشرب هل احط له اسمده ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك لما يجي الذره ايه؟ ما بقاش يخش لها دلوقتي ميه والبير الارتوازي اللي كنا بنسقي منه في قريه بتام ده ما بقاش يطلع ميه، فبالتالي عايزين بس النهارده حد من مديريه الزراعه في القليوبيه ينزل يشوف الترعه، لان انا تواصلت مع الري، الري قالوا الترعه دي خصوصيه او المسقه دي خصوصيه ودي من اختصاص وزاره الزراعه او مديريه الزراعه. فاحنا النهارده عايزين حد من مديريه الزراعه بالقليوبيه ينزل لنا قريه بتام ده مركز بنا محافظه القليوبيه يشوف الترعه دي، لان في منها جزء الاهالي عاملين فيه مواسير وجزء الثاني مردوم، والمسقه بقى لها حوالي 25 سنه مردومه واشتكينا اكثر من مره ومحدش سال فينا. السنه دي حصلت مشكله، البير الارتوازي اللي كنا بنروي منه ما بقاش يطلع ميه دلوقتي ومحصول الذره هيبوظ فعلا، فاحنا بنستغيث بيكم وبنستغيث بسياده الوزير حد ينزل قريه بتام ده مركز بنها محافظه القليوبيه. حاضر يا اخ علاء، حاضر حاضر من عينيا، انا اتواصل مع مديريه الزراعه في القليوبيه وتنزل لجنه وتعين وسيب تليفونك في الكنترول. بس هو بيسال على هل في صنف معين ممكن ازرعه بحيث يبقى في الأصناف تكثيف في الزراعه؟ حضرتك الاصناف اللي هي بيتم التكثيف هي الاصناف اللي هي بتاعت السلاش. انا بزرع في الحقيقه على 20 25 على اساس ان انا مش محتاج حجم الكوز او الحبوب، لا محتاجها بس مش محتاج اللي هو الكوز اللي هو الكبير المليان. تمام تمام. طيب معانا احمد من الفيوم. اهلا وسهلا يا استاذ حامد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. حضرتك معلش انا عندي شكوى بسيطه كده كنت عايز اعرضها على حضرتك. اتفضل. انا من الفيوم مركز النور قريه الكعاب الجديده. احنا عندنا الميه فندم فتره الصيف بتزرع نص الارض او تلت الارض بالظبط، وتلتين الارض او نص الارض بيفضل باير حتى الشتاء تيجي. فاحنا بنستعان بمعاليك. فين فين في الفيوم يا اخ احمد؟ الفيوم مركز ايه؟ قريه الكعاب الجديده مركز سنورس. سنورس جمعيه الكعاب الجديده. حاضر حاضر، انا اتواصل مع السيد وكيل الوزاره ويطلع يشوف الموضوع ده. حاضر بشكرك بشكرك يا اخ احمد. خلينا نتكلم لان الوقت عمال بيجري بسرعه والاتصالات كتيره، اهم المعاملات الزراعيه المفروض تتم في الوقت الحالي. ولحضرتك الميعاد الامثل للزراعه اللي هو بيبقى في خلال شهر مايو. أنا ممكن أزرع قبل كده وممكن أزرع بعد كده، بس الأمثل اللي هو في خلال شهر مايو. خلاص احنا عدينا عدينا ميعاد الزراعة وعدينا الزراعة. احنا دلوقتي في مرحلة التزهير. كان في الأخ اللي هو بيسأل الذرة داخل في التزهير أضيف الأسمدة ولا أضيف الأسمدة ولا بالظبط. لا أنا عندي التسميد بيبقى ثلاث أنواع من الأسمدة. أول حاجة الأسمدة الأزوتية. دي النبات بيبقى شره فعلا للنبات الذرة شره لامتصاص عنصر النيتروجين. يعني كل ما هديله كل ما هديني محصول. بس مش هديله، لازم اديله الجرعه اللي هي المسله اللي لو زودت اللي هي كام اللي بتبقى 120 وحده ازوت. يعني حوالي 5 شكاير ونص يوريا او ما يعادلها من نطرات النشادر. ده امتى؟ ده انا بحطها على 3 دفعات لو عقب محصول القمح او اي محصول نجيلي اخر. انا حضرتك بحطه بضيفهم على 3 جرعات متساويه. الجرعه الاولى تنشيطيه مع الزراعه، الجرعه الثانيه مع بعد ما بعزق وقبل رايه المحياه ماشي وبخف النباتات بتاعتي، الجرعه الاخيره بعد الرايه الثانيه الرايه اللي هي تالي رايه المحياه. انا بيكون النبات وصل لعمر 45 يوم ما بضيفلوش ولا نقطه سمان بعد كده. لو ضفت الاضافه دي خساره للمزارع. يعني قبل التزهير ما خلاص اتوقف، خلاص هو النبات خلاص بعد دخل كم يوم حضرتك قلت؟ بعد من الزراعه لحد الرايه الثانيه تقريبا 45 يوم ما ضفش اي 47 ما ضفش اي اسمده زيتون، لان هو انت لو ضفت اسمده النبات مش هيستفيد منها، التربه هتستفيد منها انما النبات مش هيستفيد منها، وبالعكس هتعمل مشاكل في التربه دي. حاجه. الحاجه الثانيه انت بتكلف نفسك على الفاضي. في بقى التسميد الفوسفاتي والتسميد البوتاسيوم. انا بضيفهم مع تجهيز الارض للزراعه. يعني وما بضيفهمش ليه؟ لان بيكونوا في صوره غير. يبقى دي معلومه مهمه جدا، بعد 45 يوم من الزراعه ما اضيفش اي انواع من التسميد. تمام. اي نوع من التسميد ما اضيفوش. تمام.
تمام. معانا محمد من القليوبيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل الدكتور. فضل. محمود مع حضرتك على الهواء. اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور محمود؟ ربنا يحفظك. اتفضل. اتفضل يا فندم. بقول ممكن اسال سؤال عن الذره الشاميه؟ اتفضل يا فندم. بقول لك الكوز ان شاء الله لما بيتكون الكلف الاخراني من الكوز او الربع الاخراني من الكوز من فوق. اتفضل. ما بيكتملش حتى. ما بيرصش حبوب. ما بيرصش وبينشف على كده. لا التلت كله ولا الصفوف فقط؟ لا ما هو الصفوف بمعنى اصح. ما انا فاهم. تلت الكوز من اعلى ما بيرصش حلو. من اعلى ما بيرصش حبوب. تمام. طب حضرتك زرع امتى؟ انا بزرع في شهر اول 5 لحد 15 20 5. تمام. هو معاك دايما على طول ولا الصنف معين هو اللي بيعمل معاك كده؟ لا هو في صنف معين انا بزرعه على طول، هو يعني لو ينفع نقول اسمه بس هو مش من قول طبعا. اتفضل يا قول. ما هو مش صنفه معتمد. هايتك. صنف ايه؟ هايتك. هايتك. 20 31 ابيض. ماشي يا فندم هجاوب حضرتك. طيب ماشي. فضل. في استفسار اخر؟ بشكرك اخ محمد. اتفضل. هو عدم اكتمال الرص ده بيبقى راجع ان ممكن يكون هو بيطول فترات الري. انا المفروض بروي رايه المحياه بعد 21 يوم من الزراعه. بخف النباتات، ببقى زارع الجوره الواحده على نباتين. وببتدي اخف. بعد الخف ببتدي اعمل ايه؟ عمليه البعزه الاول، العزه الاولى اللي بتبقى خربشه، بتبقى عزقه بسيطه كده، بسلك الشقوق وبسد الشقوق وبسلك اي حشائش ضعيفه كده حوالين النبات بشيلها. وبعد كده ببتدي ادي جرعه التسميد بتاعتي. وابتدي ايه؟ اروي الريه بتاعتي اللي هي رايه المحياه. وبعد كده بنتظم في الري كل من 10 ل 12 يوم. على حسب طبيعه الارض وحسب درجه الحراره. تمام. انا حتى لو في الفترات اللي هي بتاعت التزهير بننصح انك ضيق فترات الري. لو درجه الحراره عاليه او درجه الحراره بتبقى عاليه جامد ما تسيبش الارض تعطش مني. ليه؟ لان ممنوع الري اثناء الظهيره. تمام يا فندم. طبعا. انا الفتره اللي هي بتاعت التزهير دي بيبقى النبات حساس جدا وحبوب اللقاح بتبقى ضعيفه. في اي شويه حر وعطش النبات يبقى انا بموت حبوب اللقاح. ما بيبقاش عندي العدد الكافي لتلقيح الايه؟ كل المبايض بتاعه الكيزان. انا كل حبايه دي بتبقى متوصله بمبيض اللي هي الحريره بتاعتي. يعني كل حريره دي متوصله بتكون حبايه بعد كده. بالظبط. بيتم الاقصاء. فانا ما يعني ما يكونش درجه الحراره عاليه عندي واروح مطول بقى فترات الري. انا اقول انا ما التزم لا. انا عيني تبقى على الارض بتاعتي. يعني عارف هي ابتدت تعطش، ما استناش بقى ال 10 ايام. تلاقيت الجو درجه الحراره رافعه ابتدي اروي. يعني لو على 7 ايام كمان. بالظبط. يعني هو فترات الري بالظبط. يعني زي ما بيقولوا دكتور محمود انه الفلاح طبيب ارضه. تمام يا فندم. انا شايف فعلا ان الارض محتاجه تتروي قوي. يعني القصه مش 10 ايام و12 يوم، لان حضرتك بتقول حسب درجه الحراره، واحنا شايفين درجه الحراره دلوقتي مرتفعه جدا. واهم النصائح اللي هي بقى في الفتره الحاليه، احنا هنرجع بقى للموضوع بتاعنا. ان انا ما اطولش في تغذيه الري في درجه الحراره العاليه. دي يعني النصيحه مهمه جدا في فتره التزهير. ليه؟ لان فتره التزهير دي فتره ضيقه. بالظبط. بيتم فيها الاخصاب والتلقيح. والمفروض ما حصلش. انا بالظبط. والمفروض ان انا دلوقتي توقفت عن التسميد. تمام. خلاص يعني دلوقتي يا جماعه لكل مزارعي الذره ما تسمدش اللي زرع خلاص في الفتره في الميعاد المناسب. الميعاد الامس. في ناس بتزرع متاخر طبعا، لا بيبقى معاملاته احنا اللي هي قلنا المهم 45 يوم من الزراعه. من الزراعه. تمام يا فندم. تمام. دي معلومه مهمه، واعتقد ممكن بعض المزارعين يقعوا في هذا الخطا. تمام. انه يستمر في التسميد معتقد انه يعني كل ما بسمد كل ما هيديني انتاجية. انا دخلت في مرحله التزهير. التزهير انا مش محتاج نمو خضري. يعني بالزبط. انا كل ما هحط اسماد ان انا كده باخر النبات. ايه اهم النصائح تانية يا دكتور محمود؟ التوريق. وفي ناس لسه اعرف ناس لسه برضه بتكسر الشوشه بتاعه النبات. يشوش ويورق ويوكل المشي عنده. طبعا ده غلط.
يعني ده يعني ده انا باثر على المصنع اللي هو بيغذي عمليه التزهير والثمار. مظبوط. يعني والثمار انا شلت بقى المصدر. احنا لسه بنقول احنا لو عطشنا حيوت حبوب اللقاح بتقل او بتضعف وما باخدش رص كويس. ما بالك بقى انا اكسر المصنع نفسه او اللي هو الاغصاب يعني طبعا. مش هيبقى عندي اي حبوب طبعا. فاحنا حتى بننصح يعني دايما ما زال المزارعين بيعملوا كده في ما زال احنا بننصح ازرع اراد مكثف اللي هو بنسميه الضراوه استخدمه بالظبط عشان ما تاثرش على المحصول بتاعك. يبقى في الفترات دي لا توريق ولا تعطيش ولا تغريق. التوريق اربع لقات. لا توريق لا تعطيش لا تغريق. تمام. ايه تاني؟ دي اهم التوصيات. دي اهم التوصيات في هذه الفتره. متابعه بقى اهم يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ضد الحشد. ضد الحشد يبقى انا عينيا في وسط راسي. هي طبعا في اللي زرع بدري عدى يعني. احنا ملاحظاتنا في الحمله لاحظنا ان اللي زرع بدري في عدى من ضد الحشد. اللي زرع في الميعاد المثالي او المبكر عدى من ضد الحشد. ليه؟ لان دوده الحشد دي مهمه جدا. انا لازم اتابعها طبعا، لان هي لو بدايه من الزراعه هتدمر لي المحصول. بدايه من الزراعه حتى الحصاد. هي حشره جديده موجوده اتقلت لنا من غرب افريقيا. وكانت امريكا، كانت موجوده في امريكا الجنوبيه. الحشره دي لها قدره ان هي تطير في الليله الواحده 100 كيلو. يعني ممكن تغطي مصر دي في 20 يوم او 30 يوم. لا هي خلاص، هي خلاص بامر واقع. هي دلوقتي طبيعي، هي خلاص بامر واقع في جميع المحافظات. وبالفعل الزملاء في معهد وقايه نزلوا اسماء للمبيدات وطرق الوقايه او العلاج. وفي لجان يعني هنقول للمزارع انت لاحظت اي حاجه غلط على طول بلغ الارشاد الزراعي، تنزل لك لجنه وهترش لك او يبلغنا يعني اللجنه هتنزل ترش له في نفس اليوم. بالظبط. يعني ما فيش بقى بالزبط. يعني سياده معالي الوزير متابع بنفسه هذه اللجنه والجميع القيادات بالوزاره والمركز البحوث والحمله القوميه للمحصولات الذره الشمسيه كلهم في محصول. اي وجود لهذه الحشره بيتم المعامله معها في الحال. يعني ما فيش تأجيل طبعا، لان احنا محتاجين نسيطر عليه. بس هو العامل المهم في الموضوع ده يا دكتور محمود بعد اذن حضرتك الفلاح. الفلاح، لان الفلاح هو انت لاحظ ما تسيبش الارض بتاعتك، ما تسيبش الارض بتاعتك، بص عليها بصفه مستمره. تمام. يعني ان شاء الله بص كل يومين ثلاثه، يعني مش هقول لك كل يوم، ولما تلاقي في اصابه على طول تتصل تبلغ. يعني بلغنا، بلغ المديريه، بلغ اداره زراعيه اقرب جمعيه ليك، علشان الموضوع محتاج تحرك سريع. وفي خمس مبيدات مسجله سجلتهم سجلهم معهد الوقايه موجودين السنه دي باذن الله. احنا ان شاء الله انت مش لو مش متوفرين عند لو مش متوفرين موجودين في الاداره الزراعيه. والمفروض بينزل لك في الحال. بالظبط. والمفروض يفحص النبات كله. تمام. لان هي دلوقتي بتصيب كل اجزاء هي النبات. بتبقى موجوده داخل النبات. انا حتى ما برش ما رشش النبات من بره. ما رشش الفتره اللي هي بتاعت الصبح او الظهر. ليه؟ لان هي بتنشط حشره ليليه تنشط. أيوة. في الليل. فانا ارش قبل الغروب. وكل ما ارش بدري وفي الاعمار المبكره انا بلحقها. انما اما بتكبر واركز على قلب النبات. تمام. اما بتكبر وبتدخل في المراحل المتقدمه يصعب السيطره عليها. صح. صح. هل حضرتك لاحظت اخطاء شائعه اخرى بيقوم بها المزارعين غير عمليه يعني التوريق اثناء الزراعه؟ بدايه من الزراعه بقى. ان انا ازرع، يعني انا المفروض ازرع في الاراضي القديمه على خطوط. التخطيط بتاعي بيبقى من 9 ل 10 خطوط في الاصابتين. يعني المسافه بين الخط والخط من 70 ل 80 ايه. هل في سنتي. طريقه زراعه مثلى المفروض اتبعها علشان تديني اعلى انتاجيه؟ احنا اتكلمنا الاول حضرتك في الصنف الملائم، ده الاساس، ده رقم واحد، ده رقم واحد. لان لو جبت صنف اي محصول على لو جبت تقاوي غير معتمده وغير موثوقه انا كده مش عارف، عامله زي البطيخه. يعني ما مش عارف جواها ايه بالظبط. فانا لما بجيب حاجه موثوقه وبتكون عاليه الانتاجيه. يعني مواصفات الصنف الجيد انه عالي الانتاجيه. تاني حاجه اللي هي طريقه الزراعه. طريقه الزراعه احنا اتكلمنا قلنا بنزرع 9 خطوط في الاصف دي. يعني بنخطط اول حاجه بنحرط الارض مرتين متعمدتين عشان افكك الارض واجهز المهاد الملائم لايه، ان البذره تنمو في وقت
كويس وبتديك قوه نمو بادره كويس، بتاخد وضعها في الايه في احنا بنسميه مهد زي سرير الطفل الصغير. تمام. لازم يبقى ايه ممهد وجاهز عشان يقدر النبات ياخد وضعه، يبتدي يكبر وياخد وضعه. بزرع حضرتك على خطوط في التلت السفلي من الخط. بزرع على الريشة العمالة. وبخطط الأرض بتاعتي تخطيط اتجاه شرق غرب. المسافات بين الزراعة على الخطوط، وبحاول أعمل الخط بتاعي من 6 لـ 8 متر. يعني وفي الغالب 6 متر كويس. تفرق قد ايه طريقه الزراعه في الانتاج، في اجمالي الانتاج؟ ما انا طريقه الزراعه اللي انا بتكلم فيها دي، انا لازم اوصل للعدد الامثل لعدد النباتات في الفدان. انا العدد بتاعي 24000 نبات للفدان ل 26000. فانا عشان اوصل للكلام ده بنقول التوصيات بتاعتي. تمام. اللي هي التخطيط الملائم. تمام. المسافه بين الجور. الجور بتاعتي بحط فيها حبيتين على عمق من 3-5 سنتي. وبعد كده ببتدي اخف في بعد 21 يوم. تمام. يعني عموما احنا قدمنا النهارده حلقه ارشاديه بالدرجه الاولى عن محصول الذره الشاميه، ونتمنى لكل مزارعي الذره ان شاء الله ان هم يحصلوا على اعلى انتاجيه. وان شاء الله في الاسبوع القادم نجيب احد الزملاء من معهد الوقايه يتكلم بالتفصيل عن دوده الحج، لان ده وقتها، وبرده عشان يبقى في توعيه لاهالينا المزارعين ازاي يتصرفوا ويكافحوا هذه الافه اللي هي تعتبر افه خطيره جدا. للاسف وقت الحلقه انتهى سريعا مع حضرتك يا دكتور محمود، وانا سعيدنا حضرتك معايا. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا اتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الدكتور محمود شوقي، الاستاذ المساعد الزراعي بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه. بشكرك جدا دكتور محمود. ربنا يحفظك، انا اتشرفت بحضرتك وبشكر الساده وحضرتك هذا المنبر. يعني احنا خدنا شكاوي كتير، وان شاء الله حضرتك ان شاء الله نتابعها يعني ايه قادر على حل هذه. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ماشي يا فندم. طبعا الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. لكن أنا عاوز أنوه أنه إن شاء الله من الأسبوع القادم هيتغير ميعاد البرنامج، بدل ما هو الثلاثاء والأربعاء هيبقى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في نفس الميعاد من الساعة 2 ظهرا حتى الثالثة بمشيئة الله. فيعني طبعا تابعونا، وإحنا إن شاء الله بنكون سعداء إن إحنا معكم لحل جميع مشاكل أهالينا المزارعين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.